إلى شباب أولاد صبغي هذا الدوار الذي احتقرتموه وظلمتموه تظنون أن كل شيء سيمر، لكن لحم هؤلاء الناس لحمهم مر ولا يمكن أن يؤكل لكم. أتظنون بأن الساكنة غير لا يوجد فيها اي من يهدر عليها؟ واش هدرتوها الساكنة كتنوها بوحدة الساحة؟ هاد الساكنة مع هؤلاء ناس يريدون ان يرفعوا معنويتهم، لكن عندما جاءوا هؤلاء الناس رفعت معنويتهم بصمودهم. ايها الاخوة، فمزيدا من الصمود والتصدي لهذا الكور الباطل الذي رخص له رئيس أولاد بورحمون. أولاد بورحمون الذي لم يستشر أحدا، أولاد بورحمون هذا الرئيس الذي يتعنت في كل قراراته، نقول له الآن إما أن يرحل هذا الكور أو إننا صامدون خارجين فصامدون. اشتركوا.